مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. هذا البرنامج الذي نحرص من خلاله على استضافة شعراء وأدباء أبدعوا في الشعر العربي ولهم إنجازات على الساحة الأدبية. في هذه الحلقة نذهب وإياكم إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ومن هناك من إربد معنا عبر سكايب الشاعر الشاب حمزة بن ياسين. حيا الله حمزة، أهلا وسهلا بك، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا بك أخي وصديقي مصطفى. حمزة، في البداية وقبل أن نذهب إلى النقاش الحر أو إلى القصائد التي جهزتها وأعددتها لهذه الحلقة من بيت القصيد، حبذا لو تعرف على نفسك وتقدم ذاتك للجمهور العراقي والعربي الذي يتابعنا من خلال هذه الحلقة. إليك الكلمة، تفضل. أولا يشرفني التواجد معكم في برنامج بيت القصيد، وأحيي كل المتواجدين وكل الحضور، ونحن أسعد. أود أن أعرف عن نفسي شعرا، تفضل. أقول: جنون الشعر ممتزجا بذاتي، رفيقي بالسنين الموحشات، أنا من قال للأحزان هيا لنمضي يا رفيقة ذكرياتي. أنا من قال للأحزان مجددا، أنا من قال للأحزان هيا لنمضي يا رفيقة ذكرياتي، سنكتب كل ما قالوه عنا ونصنع منك أم المعجزات، سنكتب كل ما قالوه عنا ونصنع منك أم المعجزات، لننقشها على جدران قلب تهدم من هباء التضحيات. تمنينا بأن لو ما عشقنا وضعنا في سراب الأمنيات، وبعثرنا ليصبح كل جزء شتات في شتات في شتات. أهلا بك يا حمزة، وأنعم بهذا التقديم لذاتك شعرا، لكن هذا التقديم فيه من الحزن وفيه من الإحباط ما لا يخفى على ذي لب حكيم. لماذا كل هذا الوجع في هذه السيرة الذاتية الشعرية يا حمزة؟ طبعا أنا كما هو متعارف علي هنا في المنطقة وفي وطني، أنا بدأت الشعر حزينا، حيث أول بيت كتبته في حياتي كان مطلعه متألم: ماذا أقول فترجع، فالعين تخشع كالغيوم فتدمع. الله. طبعا كان مطلع القصيدة متألم، فاعتاد الناس علي على الألم وعشت مع الألم وعاصر. نعم. كيف تجد تمسك الأدباء في زماننا بمشروع هويتهم يا حمزة، الهوية الثقافية التي ينتمون إليها وهوية أوطانهم على السوية؟ طبعا الأدباء سواء في الوطن العربي أو في البلاد العربية بشكل عام والبلاد الأجنبية، أجدهم متمسكين بالهوية الثقافية بشكل عام، أي أن الثقافة ترعرعت داخلهم وأنجبت نوعا جديدا يظهر على الساحة الأدبية من النفس، يخرج إليهم هكذا كأنه، كيف أوصف لك الأمر؟ الأمر شاق علي، إذ أنني لا أقدر أن أعبر بشكل تام، لأن الأدباء قد فاقوا حد الكمال في هذا العصر، إذ أنهم يشبهون أدباء العصر الأندلسي. يعني أنت ترى أن هناك تمسكا بالموروث، هناك تمسكا بالهوية، هناك نوع من الانتماء إلى تربة الوطن وإلى الطين التي خرج منها هؤلاء الشعراء. دعنا نتحدث عن الموجودين أو أبناء الطين الذي ننتمي إليه، شعراء المنطقة العربية. أنت ترى أنهم متمسكون بهويتهم أكيد. التي ينحدرون منها؟ أكيد أكيد، 100% صدق. جميل. إلى أولى القصائد التي ستفتتح بها هذه الحلقة من بيت القصيد، لك الكلمة يا حمزة، شعراً ونثراً وإلقاءاً. هذه القصيدة موجهة إلى والدي رحمة الله عليه، إذ سلبه الموت منا وهو الآن في عناية الرحمن رحمه الله، ولك العمر المديد إن شاء الله وكل أحبتك، تفضل. أقول: يتيم القلب لا أحداً يراه، كمن فقد احتضانته أباه، يهيم منازعا في كل واد ويهجر من أحل له جفاه، ويشرب دمعه كي لا يقول تساقط عنوة في من رماه،
ويأبى النوم أن يغشاه خوفا فمن سهد الدجى خضبت يداه، وأين الشوق عذبه كثيرا ليرهق ما تبقى من شذاه، يداعب خده في كل حين ليغدو من يرق على أذاه. الله. فيا وجدي عليه أذيق مرا أضاع المر من فمه حلاه، ولا يغريه شيء أو طموح فعسر الحال يسرق من سناه، فقط يحتاج أن يلقاه يوما ويبحث في الحياة على رضاه. فقط يحتاج أن يلقاه يوما ويبحث في الحياة على رضاه. أنعم بهذا البحث وأنعم بهذه اللقية، نرجو من الله أن يتغمد والدكم الكريم بواسع رحمته ولكل آبائنا أحياء وأمواتنا الرحمة. حمزة، من جديد إلى الحديث يعني عن الهوية، إذا سلمنا يعني بأن الشعراء الشباب يعني متمسكون بموضوع الهوية الواحدة، كيف يمكن تعزيز فكرة الانتماء لهذه الهوية؟ حدثني الآن عن فكرة الانتماء، تفضل يا حمزة. الانتماء إلى هذه الهوية بالأخص إلى الشعراء الشباب، سأجيب عن هذا السؤال في المختصر. طبعاً الشعراء الشباب يحتاجون إلى داعم نفسي ومعنوي وثقافي، ويحتاجون إلى منصة أدبية ليبرزوا منها مواهبهم الشعرية والثقافية والأدبية على حد سواء. نعم. هذا هو الداعم الأكبر باعتقادي. نعم. إذا أردنا الآن أن نتحدث عن حمزة بن ياسين بشكل خاص وبعيداً عما توافقنا عليه من أسئلة، حدثني عن الشعر من منظور شخصي، ما الذي يمثله لك الشعر في حياتك كشاعر لا تزال رهن هذه الكلمات؟ الشعر طبعا لا شعر بدون حزن ولا حزن بدون شعر، هذا نعم. هو هذه هي إجابة فقط، لأن الشعر ولد ليكون حزنا، ولا شاعر أبدا بدون حزن، وأنت على علم بذلك أخي. لماذا دائما الحزن يكون وقود القصيدة يا حمزة؟ لماذا لا يكون الفرح مثلا هو وقودها؟ أعطني رأيك الشخصي انطلاقا من تجربتك، لماذا يعني يغيب الفرح ويحضر الحزن؟ دائما نرى أن له دور البطولة، أم أنكم أناس تستمرئون الحزن دائما وتحبون الهم والغم وتكرهون الفرح؟ هكذا قد يقول قائل. تفضل يا حمزة. الفرح أخي مصطفى فترة لحظية، الفرح فترة لحظية، بينما الحزن نواكبه يعني بشتى الأوقات، يعني في أي وقت تجد النفس حزينة محتاجة إلى قليل. صحيح أننا نحتاج إلى قليل من الفرح لنكتب عنه، ولكن الفرح كما قلت هو فترة لحظية عابرة لا أكثر. يعني إذا أننا يعني بدي أوصف لك إياها في مثل ما بنقولها إحنا، إذا إحنا بنروح على عرس مثلاً بنفرح قليلاً، وبعد ما نرجع مثلاً من العرس تلاقيك رجعت لذاتك الحزينة والكئيبة يلي تأقلمت معها طوال الأيام والسنين التي مضت. وبنقول الله ما الله يستر من الفرح اللي فرحناه ومن الضحك اللي ضحكناه، شو ممكن يجيب علينا بعد هيك؟ هذه هي نقولها للأسف، يعني وكأننا يعني محرومون ممنوعون من الابتسامة. كان الابتسامة أصبحت حراما علينا نحن في منطقتنا يا حمزة، أم أن مشهد الوجع الممتد على طول وعرض الخريطة هو الذي يجعلنا في حالة قلق دائم وصحبة مع هذا الحزن؟ الحزن بشكل عام ليس له قوانين. نعم. أنه يعني صحيح أن كما قلت أنت أنه يمتد على الخريطة، صح ما نراه الآن في وقتنا الحاضر في البلاد في الوطن العربي بشكل عام من اضطرابات يدمي قلوبا، نعم، يعيشنا لحظات الحزن التي يجب أن نعيش. نعم. حمزة، لماذا تكتب؟ لا ننسى ذلك. لماذا تكتب الشعر؟ سؤال محرض، سؤال مستفز، أعرف ذلك جيدا، لكن ما الذي تتوقع أن تضيفه ولذلك أنت تكتب؟ هناك آلاف الكتاب، آلاف الشعراء، طبعا هنا أنا لا أدعوك لترك الكتابة، أنت شاعر مبدع ولا شك، لكن ما الباعث على الكتابة من روح حمزة؟ ما الذي يحرضك
الذي يحرضني هو التعبير عن شعور داخلي صادق نابع من القلب. عظيم. كنت في قديم يعني في بداياتي في الشعر أكتب الخواطر وأكتب المقالات القصيرة جدا التي أعبر عنها، ولكن لم تفي حق حزني ولم تفي حق الشعور الذي أشعر به، نعم. فاتجهت إلى الشعر فكان لي الملاذ الآمن. أحسنت أحسنت يا حمزة. إلى قصيدة جديدة يا حمزة، ماذا ستقرأ هذه المرة؟ قصيدة مختلفة ربما كانت عن الأولى في الرثاء أو الحزن، من يدري، ربما كان الحزن متوجا على عرش شعرك فلا نعم. أعلم موضوع ومضمون القصيدة الجديدة. على أي حال إلى القصيدة، خذنا إلى قصيدتك، تفضل يا حمزة. تكرم. القصيدة: أهاجك حزن أم دهاك توجد، فطرفك مدرار الدموع مسهد، كأن شجون الخلق فيك تجمعت لتوقظ جرحا في فؤادك يرقد. أيا عين رفقا قد أزحت بريقنا وكبلت حرا بالقصيد يغرد. الله. ريدك كفي. أعد يا حمزة، أعد 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 يا حمزة أعد. أهاجك حزن أم دهاك توجد؟ عظيم. فطرفك مدرار الدموع مسهد، كأن شجون الخلق فيك تجمعت لتوقظ جرحا في فؤادك يرقد. أيا عين رفقا قد أزحت بريقنا وكبلت حرا بالقصيد يغرد. رويدك كفي من هموعك مرة، فلا الجرح بي يروى ولا العين تجمد، فطفلي الذي سميته الشوق قد غدا علي كبيرا هائجا يتمرد. وما لي سلطان عليه فقد ذوت قواي، وإني بين قومي سيد. وما الشوق إلا ما يمزق مهجة لها عن هناء العيش منأى، ومبعد يهيج لأطلال الأحبة خافقا ويعزف أحزانا على الغيم ترعد. وأعجب منهم كيف أصموه نازفا توحد في روحين والكون يشهد. الله. فيا ليت شعري هل دروا بمصيبتي، أبيت على جمر الأسى أتوجد. فوا عجبي أحببت وصلهم وقد تبين أن للوصل في هجرهم يد، كأنهم كانوا الدليل لمهجتي، فمن ذا الذي بعد التفرق يرشد. فيا عادلي أقصر، فما بي حيلة على هدم تذكار بقلبي مشيد. ألا يا نسيم الليل بلغ سلامنا على من لوصل الخل قد بات يجحد، وخبره ما يلقى الفؤاد ببعدهم لواعج شوق فيه تعثو وتفسد. الله الله، لا فض فوك ولا عاش شانئوك حمزة بن ياسين الشاعر الأردني الجميل. حمزة، يعني اسمح لي أن أقول لك، لم ترس بعد سفينة الدهشة على جودي الجمال، ولن يكون هذا إلا بعدما توضح لنا وتبين لنا قصة هذه القصيدة. على ما يبدو أن خلفها حكاية. خلفها الكثير من الحكايات. تفضل جد بما تحب أن تجود به من قول فيما يتعلق بقصة هذه القصيدة. طبعا اسمح لي أن أكون صريحا. تفضل. بشكل كبير. خذ راحتك. لا يوجد شاعر أو كاتب للشعر لم يعشق. جميل. فقصتي كانت مع هذه القصيدة هي الشوق للمعشوق. نعم. أحسنت يا حمزة. إذ أنني واكبت الشوق له على مدار 3 أشهر مضت، فانقطعت عن الكتابة، ومن شدة شوقي له يعني قبل مدة نظمت هذه القصيدة لأعبر عن شوقي والحنية التي تكمن بداخلي له، فكان هو الراحل وكنت أنا الباقي،
في درب الحب. يا الله، جميل أنت يا حمزة بسجيتك وعفويتك التي تطغى على جديتك كثيرا، وتعكس لنا مرايا قلبك بكل ما فيها من نقاء وصفاء دون مواراة أو مداراة. حمزة بن ياسين الشاعر العذب الجميل، نعود مرة أخرى للنقاش، وموضوعنا عن الهوية في الشعر وكذلك الهوية في الانتماء إلى الوطن والخريطة العربية الواحدة أو القومية الإسلامية أو سميها ما شئت، الأمة الواحدة كذلك. حمزة، إذا أردنا أن نتحدث الآن عن الأخطار التي تحدق بهوية هذه الأمة، بهويتنا وثقافتنا، ما هي أبرز هذه الأخطار من وجهة نظرك؟ قل ما تحب، تفضل. من الأخطار التي تحد أو التي تواجهها الهوية الثقافية بشكل عام، نعم، أنه يظهر على الساحة الأدبية مثل ما يقولوها يعني في لهجتنا وفي أي لهجة أخرى شرذمة الكتابة أو التفريق الشاسع بين أو الفرق الشاسع بين الكتابة الصحيحة والكتابة الخاطئة أو الأساليب التي تعددت على مرأة الساحة الأدبية. نعم. فكان الخطر هو مواقع السوشيال ميديا بشكل عام، إذ أنها أبرزت من لا يستحق، و مثل ما بيقولوها يعني قد يقول أحدهم يا حمزة لماذا تنظر للمسألة بشكل سوداوي؟ ألا يمكن أن نرى هذه المواقع، مواقع التواصل، قربت المسافات، جعلت العالم كله قرية واحدة، يعني أعطت الكثيرين فرصة، جعلت منبر لمن لا منبر له. هي قربت المسافات بلا شك. نعم. بلا شك. أعطني مآخذك عليها التي جعلتك يعني تتبنى فكرة أنها من الأخطار على الهوية. أعطني مآخذك على التكنولوجيا بشكل عام ووسائل التواصل بشكل خاص، تفضل. أنت تلاحظ أن مواقع السوشيال ميديا بشكل عام على والمتابعين الثقافية، فظهرت على الساحة الأدبية بعض من الشخصيات الثقافية التي تدعي الثقافة وتدعي الأدب، إذ أنهم يكسرون في الشعر أخطاء نحوية. لا. وكذلك برزوا وظهروا وأعجبوا الناس، قليل من الناس أو كثير من الناس على بشكل عام. تقصد من يسميهم كثير من المثقفين المشتغلين بالثقافة منذ سنين طويلة، تقصد الذين يسمونهم المنفوخين أو المصنوعين أو الذين أخذوا هالة لا يستحقونها. نعم، هذا هو الذي أقصده، إذ أنهم يعني انشهروا وصار عندهم عدد من المتابعين والجمهور الكبير. نعم. وهم لا يكونون جزء من الثقافة. نعم. مع احترامي، لكن لا يمكن يا حمزة، نعم، نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بفكرة وسائل التواصل وخطرها، لكن لا يمكن حصر الأخطار التي تتهدد هويتنا بيعني مجموعة عابثة قد يعني تنغص على بعضنا في وسائل التواصل. من المؤكد أن هناك أخطار أخرى، أكيد يوجد أو أخطار أخرى كما تعلم. كما تعلم نحن كشعراء وبشكل عام الساحة الأدبية تتعرض للتهجم والهجوم من المجتمعات المحلية والمجتمعات الغربية بشكل عام. قلتها ذات مرة أن الشاعر يكتب أو الكاتب يكتب أو الشخصية الثقافية تكتب وغيرها تتألق، إذ أنك تعرف أو تعلم أن الأغاني بشكل عام هي مستمدة من الشعر. نعم. يعني لا يوجد أغنية إلا وكتبها شاعر. نعم. بدون الشاعر يكون المطرب أصماً، لا صوت له. تمام، إذ أنه يعني يكتب القصيدة ولا يحق مثلاً وليس له يد في الشهرة أو في الخروج إلى الساحة بشكل عام، لا يأخذ حقه ومستحقه ومكانه ومكانته التي يستحق. نعم. تقصد أن الشاعر مظلوم حتى في يعني فنون كتابة الأغنية، تجد ربما يقدم الملحن، يقدم العازف، يقدم المطرب، تقدم الجوقة ولا يقدم الكاتب مؤسس العمل.
أين المشكلة باعتقادك هنا يا حمزة فيما يتعلق بهذه بالذات، وأنت تعلم أن الأغنية العربية بشكل خاص يعني هي جزء من موروث ثقافي لنا كأمة بغض النظر عن مضمون هذه الأغنية، لأن هناك أغاني ترقى بالذوق وهناك أغاني هابطة لا تنتمي للأمة وهي بعيدة كل البعد عن جلدنا، لكن باعتقادك لماذا تجد أن الشاعر الغنائي أو الذي يكتب الكلمات للأغنية لماذا يكون حقه مضطهداً ومظلوماً؟ أين المشكلة؟ وكيف يمكن علاجها؟ تفضل. كنت قد ارتجلت بيتاً أقول به: ما بخس الشعراء إلا شعرهم هم يكتبون وغيرهم يتألق. يا الله، مرة أخرى يا حمزة، ما بخس الشعراء إلا شعرهم هم يكتبون وغيرهم يتألق. عظيم يا حمزة، اختصرت الإجابة والله، وكنت قد حضرته لك. أحسنت أحسنت يا حمزة. إلى قصيدة جديدة الآن، شو بدك تقرأ؟ بدنا نسمع إشي مختلف. تمام تمام، تفضل. اقرأ النص اللي تحبه، لا مشكلة، يعني ما زال في الوقت متسع أماما. طبعا هذا عتاب إلى الشعراء الكبار، بعض أنت الشعراء. غاضب، أنت حانق، أنت كثير التوجع والثورة على الشعراء، على الثقافة، على المثقفين، على الوسط، لكن لا بأس، تفضل ادلو بدلوك وأعطنا رسالتك. إذ أنني بدأت بدايتي وحيدا، يعني ما وجدت الداعم الأساسي منهم. أنت داعم نفسك يا صديقي، أنت داعم نفسك، انظر إلى من حولك سترى أنهم يدعمونك أيضا، لا خلا ولا عدم، وأكيد لن تخلو الحياة من الخيرين أبدا. ولكن ليس الدعم بأن يظهروك للساحة الأدبية، ولكن الدعم المقصود في هذه الحالة من ناحية مثلا مضمون الشيء الذي يكتبه الشاعر مثلا، أو الناشئ الشاعر. أحسنت يا حمزة. أو الشاب الصاعد الشاعر. نعم، خذنا إلى القصيدة يا حمزة، تفضل. إذ أقول: شعراء العصر أحييكم بتحية قلبي أجزيكم، ما كنت لشعري ذا كلف فأنا إحساسي أعطيكم، بلباس الحزن كسوت دمي علي في ذلك أرضيكم، أحببت كثيرا كي أعطي إبداع الحق وأعطيكم، أصبحت لشعري عربيدا مفتونا فيه أباريكم، بالحب كتبتكم حتى بالدمع كتبت مآسيكم، صورت لكم عيب زماني، صورت لكم ما يضنيكم، مع ذلك أبرزتم من لا يسوى فيها من ماضيكم، أشكوكم لله جميعا في يوم الحشر يقاضيكم. يا إلهي، كم أنت جريح وكم أنت غاضب غضب المملوء باللهب يا حمزة، لكن الخير موجود ولا يمكن لليأس أن يعرش على روحك فيسيطر عليها، لا تسمح لليأس أن يتغلغل إلى صدرك يا حمزة، الخير موجود. لا يوجد يأس بقلب شاعر وكاتب، إذ أنه دائما يصنع المستحيل للصعود ولإبراز ذاته ونفسه. عظيم عظيم يا حمزة. ما الذي ينقص الشباب المثقف في بلادنا يا حمزة باعتقادك، بحيث يعني نؤسس لحضارة واعية عنوانها شباب ينتمي لبلاده ولا يتخلى عنها؟ لبلاده والثقافة. أحسنت. بشكل عام. تفضل. بشكل عام نتجه نأخذ لمحة بسيطة عن موضوع الثقافة. إذ أن الشاب مثقف الكاتب بشكل عام يحتاج إلى منصة واسعة ليبرز نفسه عليها ويبرز ما يحمل من موهبة وكتابات ليبرز ذاته عليها، يعني ليصعد لتكون نقطة انطلاق وبداية له. نعم. والتمسك بالهوية العربية أيضا من خلال دعم الوطن له على الصعيد الكامل. نعم. ماذا عن تأسيس الجيل الصاعد؟ هل ترى أنت أن الأطفال في منطقتنا العربية ينشؤون فعلا على الانتماء إلى الأرض، أم أنهم ينشؤون تنشئة مختلفة عما نرجوه ونتوقعه؟ أنا الذي أراه في وطننا العربي أن كل شخص أو كل طفل أنت راع أو ولد في وطنه متمسك بهذا الوطن، حتى وإن اغترب يبقى شيء من روحه
في تلك الوطن. حتى وإن توجع، حتى وإن ظلم، حتى وإن سلب حريته وحقوقه، أو سلب حريته وحقوقه. أحسنت صحيح. أحسنت يا حمزة. يبقى شيء من الوجع والحنين والشوق إلى ذاك الوطن. عن ملهمك من الشعراء. الشاب أو بشكل عام الشخصية العربية متمسكة بوطنها بشكل عام. أحسنت يا حمزة. عن ملهمك من الشعراء القدامى يا حمزة، ولماذا هو بالتحديد؟ ملهمي طبعاً ابن زيدون. الحمد لله أخيراً وجدت من لا يقول المتنبي. طبعاً المتنبي شاعر كبير وعملاق، لكن تشعر كما لو أنه ويكيبيديا الشعر والآخرون منسيون. ابن زيدون، خذنا إلى ابن زيدون وأيام قرطبة وجماليات إشبيلية وتلك الذكريات التي لا يمكن أن تنسى وأضحى التنائي. لماذا ابن زيدون على وجه الخصوص؟ ابن زيدون يعني بحس في بعض الأوقات أني بشفق من ناحية الحزن على فراق ولاده، بأنني يعني واكبت قليلا مما حدث معه في تلك الفترة عندما كان يعشق ولادة بنت المستكفي، ونظمت الشعر على طريقته ونهجه وأسلوبه، إذ أنني متغلغل. وعلى موضوع الأندلس، أنا إنسان عاشق كبير للأندلس وبلاد الأندلس قديما، إذ أنني نظمت معارضة لقصيدة محمد المعتمد على الله، محمد بن عباد، المعتمد بن عباد، المعتمد بن عباد. نعم. إذ أنني نظمت قصيدة معارضة لقصيدته، قد كان عمرك يا عباد معمورا. لا، القصيدة تقول: فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورة. هذه قصيدة محمد بن عباد. نعم. ونظمت رثائية أيضا لها معارضة. نعم. على نفس الوزن ونفس القهر. طبعا مشاهدينا للتوضيح، محمد بن عباد هو أحد ملوك الطوائف الذي حكم إشبيلية وجاء في أعقاب والده المعتضد، وكان كذلك محمد بن عباد من محبي الشعر وممن كتبوا الشعر، وقرب ابن زيدون منه في بداية حكمه وظل رفيقا له حتى نهاية حكمه ووفاة ابن زيدون، وكذلك ألحقه بابنه وجعل ابن زيدون مقربا منه في بلاطه. هذا هو المعتمد بن عباد، آخر ملوك الطوائف في الأندلس التي ذهب للأسف، كانت حلم وذهب لكن بريقها لا يمكن أن يخبو. حدثنا عن أندلسك الخاص يا حمزة في الشعر. أنا أعتقد أن بلاد الأندلس في عصر ملوك الطوائف قد ظلمت، إذ أن يوسف بن تاشفين كما زعم أنه حررها وفتحها، ولكن من منظوري الشخصي أعتقد أنه ظلمها، إذ كان محمد بن عباد على أهبة تامة واستعداد تام أن يوحد بلاد الأندلس، فنظمت قصيدة كنت قد قلت بها. لكن يا حمزة، قبل القصيدة قد يختلف معك كثير من المؤرخين وكثير ممن اطلعوا على شيء من تراث وتاريخ الأندلس، ويقول لك مثلا كان المعتمد بن عباد وغيره من أمراء أو من ملوك الطوائف في ذلك الزمن كانوا للأسف مستضعفين من فرناندو، وهو الذي قاد ما تسمى بحروب الاسترداد أو الاسترجاع، وكانوا يدفعون له الدية بعدما كان أجدادهم فاتحو الأندلس يأخذون الدية والجزية، أو الجزية عفوا يأخذونها، كانوا من يعني غير المسلمين في تلك البلاد، فانقلبت الآية. لذلك يقول المؤرخون من أجل ذلك كان تدخل حركة المرابطين التي كان يقودها في ذلك الحين يوسف بن تاشفين. على أي حال، هذه مسائل تاريخية قد نتفق بها قد نختلف، قد تختلف الروايات، يصدق بعضها، يكون هناك تدليس في بعضها الآخر، لكن الذي لا نختلف عليه دائما هو الشعر يا حمزة. إلى القصيدة، تفضل يا حمزة. هذه معارضة لقصيدة محمد بن عباد، وأقول فيها: قد كان عمرك يا عباد معمورا، وعشت فيه من الأعوام مسرورا، ما لي وقد نكبت الدنيا كآخرها، تساقط الدمع من عيني مذكورا، تأجج الحزن في أرجاء أندلس، وأصبح الليل في إشبيل دستورا، حتى الحدائق ناءت عن طليعتها يا ابن الملوك، وناح الدوح محرورا،
تلك الجداول والأنهار قد برزت بعد الرحيل تحول ماؤها غورا. ولأجل ماذا؟ لأجل ماذا تدانى الحال من ترف لتصبح اليوم في أغمات مكسورة؟ الله، لتصبح اليوم في أغمات مكسورة، وهو الذي كان يتوقع أن ينفى إلى مكناس، لكن كان النفي إلى أقصى أقاصي الصحراء. لكن التاريخ أيضا لم ينسى ابن عباد، أو لم ينسى ابن عباد ولا حتى زوجته التي كانت تلقب بالرميكية واسمها اعتماد، والتاريخ لا ينسى الكرام الذين قدموا. على أي حال، حديثنا عن الأندلس وحديثنا عن شعرك الأندلسي وعن ما لديك من نصوص متواصل يا حمزة، لكن قبل ذلك لابد أن نذهب إلى فاصل، ما رأيك؟ تمام. إذن مشاهدينا الكرام، نخرج إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. نجدد الترحاب بكم أعزائنا المشاهدين الكرام، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم بضيفنا معنا عبر سكايب من إربد في المملكة الأردنية الهاشمية، الشاعر حمزة بني ياسين، الشاعر خفيف الظل. مجددا حيا الله حمزة، وأهلا بك في بيت القصيد. حمزة، من جديد دعنا نذهب إلى النقاش الحر، وأسألك هذه المرة باعتقادك، ما الذي نحتاج إليه حتى يعود للغتنا رونقها ويبقى بريقها متوهجا لا ينطفئ؟ طبعا أهلا بك مرة أخرى صديقي وأخي مصطفى. وللإجابة على هذا السؤال مناحي عديدة، وأنا أخذ منحة واحد فقط، ألا وهو تعزيز الثقافة في النفس منذ الصغر. كما يقولون، العلم في الصغر كالنقش على الحجر. فما بالك إذا عززنا هذا الموروث الثقافي بأطفالنا ونشأ معهم تنشئة عظيمة منذ الصغر، إلى أن يصبحوا جيلا واعدا مملوءا بالثقافة. أحسنت يا حمزة. في هذا الزمن ربما تكثر دعوات التغريب وتقليد الغرب والموضة والتقليد الأعمى لبعض التقاليع العجيبة، لكن أيضا لا يمكن إنكار الإشراق الموجود في الصورة العربية. نأخذ الأردن نموذجا، والعشائر العربية في الأردن المحافظة هي روح وجوهر هذا النموذج. كيف لهذه العشائر، كيف استطاعت أن تحافظ على موروثها، تراثها، ثقافتها من الاندثار، ولا تزال متشبثة متمسكة بهذه الثقافة ولا تفرط فيها؟ حدثنا عن بعض لمحات في تراثكم بشكل شخصي يا حمزة. التراث الثقافي كما تلاحظ أن أغلب مناطق الأردن هي مناطق قروية، تكاد تنعدم من الموروث الأدبي والثقافي، ولكن يوجد، البيت لا يخلى كما يقولون. ولكن التراجع المستوى الثقافي الأدبي ملحوظ جدا في وطننا العربي. بعيدا عن التراجع والسوداوية، دعنا نتحدث بشيء من الإيجابية، نتحدث عن بعض العادات، التقاليد، يعني خلينا نقول العلاقات المجتمعية ما بين أبناء العشيرة الواحدة، بعض الطقوس التي لا تنسى، التي تعكس عروبتنا، تعكس بداوتنا، تعكس تشبثنا بهذه الأرض. كلمنا عن هذه النقاط المضيئة بعيدا عن السلبيات هذه المرة. أستميحك عذرا، اسمح لي. لا أفضل. ما في أي مشكلة. طبعا بالنسبة للعشائر الأردنية، عشائر مترابطة في بعضها البعض. إذ نشأت منذ بداية الوطن الأردني بشكل عام، يعني نعم.
أفراد العشيرة الواحدة متمسكون ببعضهم بطريقة رهيبة جداً، وكذلك العشائر الأخرى. يعني نحن هنا في الأردن كل شخص وعشيرته، ونحن خارج الأردن كل شخص وبلده كما يقولون. يعني أردني برا ما بنذكر اسم العشيرة، برا بنذكر أنه أنا أردني ننتمي إلى هذا الوطن. نعم. وفي الداخل أنا من العشيرة الفلانية وأنا من المنطقة الفلانية وكذلك. بالنسبة إلى الموروث أو الموروث الذي ورثناه عن أبائنا وأجدادنا معروف بشكل عام هو للناس يعني حدثنا أجمعين. عن أبرز الأخلاق والطباع التي لا تزال أو التي لا يزال محافظا عليها في الأردن إلى الآن. بشكل عام أن الشعب الأردني شعب محب لجيرانه كما عهدناه منذ القدم. نعم. وكما قرأنا عنه في الكتب أن الشعب الأردني لديه هذه العادات، أنه مهما حدث أو مهما تقدم الزمن تأخر أو تقدم يبقى حب الجار وحب الناس والصفة صفة الكرم والجود وحب الضيافة إلى آخره، متمسكين بمبادئهم القديمة حتى مع تقدم الزمن. ولا شك يعني كما تعرفون العادات التي ما زلنا متمسكين بها سواء في الأفراح أو في الأحزان. في الأفراح التي هي الدبكة الأردنية الأصيلة، وفي الأحزان هو يتوشح حزن جميع المنطقة إذ لا أحد يقيم الأفراح. أو يعني ما زالت المبادئ محافظ عليها من أحسنت من أحسنت أحسنت يا حمزة. إلى قصيدة جديدة الآن يا حمزة. أود أن أبحر فيكم في بحر الرمل. خذنا إلى ما تحب موضوعاً وعروضاً، لا مشكلة، تفضل. طبعاً لا تنام العين من هذا الرحيل، تسهر الليل إلى شمس الأصيل، نجمع الماضي وذكراه فلا يذهب الحزن لذكراه الجميل. حينا ناح لهم لا ما سلا، كيف يسلو حينا ذاك النزيل، في هواهم علقوني لا بلا أبتغي اليوم لهم أي بديل. أصبح القلب ركاما مائلا رغم أن القلب هذا لا يميل، قد بذلت الحب حيا صادقا ونحولي بعدهم خير دليل. ونحولي بعدهم خير دليل. طول الله عمرك حتى تكتب مثل هذه الدرر وتبدع أكثر أستاذ حمزة. دعنا نتحدث الآن عن الواجب الذي يقع على عاتق الشعراء والمثقفين للنهوض بأمتهم ودولهم أو دولهم. ما الواجب الذي يقع على الشعراء؟ تفضل. الواجب الذي يعني يجب أن يتمسك به الشعراء، قبل أن يتمسك به الشعراء يجب أن يتمسك به المجتمع المحيط بالشاعر، إذ أنه كما هو متعارف الشاعر يخلد قومه، يخلد مجتمعه، يخلد الزمن الذي عاصره. نعم. فلذلك أنا دائما أقول مقولة للمجتمع المحيط بنا، نحن ككتاب للشعر وشعراء، أقول خلدوا شعراءكم ليخلدوا ماضيكم. فهناك يعني سيأتي زمن يذكر فيه الماضي الذي عشنا به، ومن الذي سيخلد هذا الماضي؟ نعم. هل خلد القديم غير الشعر؟ الشعراء مرايا مجتمعاتهم. وصف كل شاعر وكل زمن شعري وصفه الشعراء بأدق التفاصيل وخلده، وما زال يدرس إلى يومنا هذا. فأنا أوجه رسالة كبيرة إلى المجتمعات المحيطة بالشعراء، أن خلدوا شعراءكم ليخلدوا ذكراكم ومجدوهم بشكل عام. باعتقادك حتى يمجد الشاعر وتمجد تجربته وتحترم مبادئه وأفكاره وقيمه التي طرحها في قصائده، حتى يحصل كل هذا يا حمزة، ما المطلوب أن يكون حاضرا في نفس الشاعر من قيم وأخلاق؟ حدثني عن أبرز الأخلاق التي ينبغي أن تحضر في شخص الشاعر. بشكل عام أنا أرى فقط الصدق في المشاعر المتجهة من قلب الشاعر إلى وطنه، وتخليد الماضي والحاضر بشكل عام هو الصدق.
أحسنت يا حمزة. الصدق في مختلف المشاعر التي يقدمها، الصدق في معاملاته، الصدق في أقواله، وبالتالي سينعكس هذا الصدق وهذه المصداقية على ما يكتب من نصوص تؤثر في الجيل ويتأثر فيها. إلى قصيدة صادقة من نوع آخر، وربما كانت أكثر حماسة ونريدها مقدسية هذه المرة. أبشر بها يا ما رأيك؟ هل أنت مستعد لذلك؟ أن تأخذنا إلى قدس الأقداس؟ طبعاً كنت قد نظمت هذه القصيدة لإحداث غزة التي حدثت منذ أشهر. نعم. إذ أنها أدمت قلوبنا وأغلب الشعراء كتبوا عنها، ولكن أحببت أن أكتب عنها بشكل مختلف. حتى أن المعركة التي خاضتها غزة والقدس مجتمعتين ومعهما الضفة والدخل المحتل سميت بسيف القدس. خذنا إلى سيف قصيدتك. طبعا احمل سلاحك، احمل سلاحك، إن القدس تنتظر يا عودة النصر، ذاك الجرم يحتضر. دع الرجال لكسب الأرض قد وجدت، إن الرجال بضرب النار تستعر. شحذ الحمية يضفي صبر نائله، إذ يبرز الشحذ من أعماقه الشرر. يا جند مقدسنا صبرا، فإن لنا يوما لقاء بساح الحرب ننتصر. الله. لنرفع الكيد في أعناقهم مددا، نكون أمة من لدمائهم ثأر. عند الصراع نوافيهم زبانية، لا رحمة ترتجى منا، وإن دحروا فالقدس غايتنا والنصر مطمحنا، والفائزون بمن بالأرض قد ظفروا. ما يجهش العين أن البكر إن ولدت من رحمها رجلا للموت، ينتذر تطرز الأم من أحشائها كفنا له، فإن مات تبكيه وتصطبر. ليلحق الركب ركب العز مبتهرا، قد حقق السبق مجدا فيه يفتخر. لا نامت العين أو قرت بمهجعها، إن في فلسطين ما ناموا وما قرروا. لبيك يا قدس إن ناديت همتنا، إن لم نكن عندك الأقلام تنهمر. الله الله، عظيمة هذه الحماسة، هذه المشاعر الملتهبة المتأججة، هذه المشاعر التي تمد بساط الأمل تجاه فجر حرية لابد قادمة بإذن الله تعالى. حمزة، من جديد إلى السؤال الأخير في هذه الحلقة، وقبل كلمة ختامية من أجل الأردن الذي تحب، ما الذي تريده من الشعر وتظن أن الشعر يريده منك؟ رسالة متبادلة، ماذا تريد أنت من الشعر، وباعتقادك ماذا يريد الشعر من حمزة بني ياسين؟ تفضل. أنا فقط أريد من الشعر أن يمدني بالشيء الصادق العذب الذي أخرجه للناس، ليلمس قلوبهم ويلمس ذاتهم الداخلية ويلمس جوهرهم، ليواكب أحزانهم أفراحهم. بشكل عام الذي أريده من الشعر الصدق الداخلي في بناء القصيدة. أحسنت يا حمزة. وما الذي تتوقع على الضفة المقابلة، ما الذي تتوقعه أن الشعر يريده منك؟ يريدني بشكل عام، أنا ألمس في الشعر أنه دائما يؤذني لنظمه بشكل عام، حتى في أحلك الظروف يؤذني لنظمه، إذ يريد مني الاستمرارية. نعم، هو يؤذك لنظمه ويريد منك الاستمرارية، ونحن بدورنا نؤذك ونحضك على قراءته، ونريد الاستمرارية. إلى القصيدة الأخيرة ومسك ختام هذه الحلقة من بيت القصيد، لك حرية اختيار النص الذي تحب من أي نوع ومن أي شكل من أشكال الشعر ومن أي لون. اقرأ علينا القصيدة التي تحب أن تكون مسك ختام لهذه الحلقة. أوجه هذه القصيدة إلى بلدي الأردن، وإلى من فيه، وإلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وما قدمه للأردن من تضحيات،
ليرفع هامة هذا الوطن عاليا. أقول أحسنت، تفضل يا حمزة. إلى الأردن يا كل المعاني، إلى الأردن يا كل المعاني، سنرسم راية الفخر المصاني. عظيم. نذرت طروف شعري كي أراها مزخرفة باسمك كالجماني، فكيف النأي عنك وقد ولدنا بأرضك يا منولة الحنان. فعبد الله، فعبد الله ذاك مليك عز ووالده لدار الملك باني، حسين ساد بالأردن حتى تحصفها بأيد من أماني. ألا فارحمه يا رب البرايا وأدخل روحه مأوى الجنان. سليلهم التليد له شهدنا وحيدا ما له في الخلق ثاني، لهم في نهضة الأردن دور عظيم خط في صحف الزمان. سليلهم التليد له شهدنا وحيدا ما له في الخلق ثاني، لهم في نهضة الأردن دور عظيم خط في صحف الزمان. تصاعدنا وصافحنا الثريا وحزن السبق في مجد الرهان، إلى أن أمة بالنصر ميزت بهمتها على مرأى العيان. خدمنا موطنا بالحب يبنى بإخلاص العزيمة والتفاني، فما أوفاك شعري ذاك حقا ولا لغة الفصاحة والبيان. سلمت منعما من كل شر مع العبق المسجى بامتنان. سلمت منعما من كل شر مع العبق المسجى في الجنان. طيب الله جنانك وجعله خفاقا في حب الأردن وحب الأمة، كل الأمة والإنسانية جمعاء. الشاعر المتميز حقا الصاعد بقوة حمزة بني ياسين. حمزة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ماذا تقول في الختام؟ طبعا أوجه الشكر لكل من تابع هذه الحلقة وللكادر الموجود ولك أيضا أخي مصطفى. أشكرك. وأقول رسالة عامة، رسالة عامة للشعراء الشباب الصاعدين، استمروا فإن طريق الشعر صعبة مليئة بالمهالك الذاتية. نعم. لنفس الشاعر، استمروا مهما سكبت دموعكم ألما، استمروا مهما بكيتم، مهما توجعتم، مهما كان الطريق صعبا ومليئا بالشوك والعوائق، استمروا، فأنتم جيل المستقبل، فأنتم جيل الشعراء المستقبلي الذي سيخلد ذكرى هذا العصر إلى أمد بعيد. وأنت منهم ولا شك يا حمزة. شكرا جزيلا لك، الشاعر الأردني المتميز حقا حمزة بني ياسين. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.